عبر جولة ميدانية لبعض مراكز الاقتراع بالجزائر العاصمة، تفقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الاستعدادات الأخيرة قبل فتح مكاتب الاقتراع أمام الناخبين يوم السبت. يعني وجدنا يعني مؤطرين متشبعين، يعني أولا بالإجراءات الموضوعة قانون والإجراءات الجديدة التي سنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولاحظنا بأن الإجراءات من ناحية الإجراءات الصحية البروتوكول الصحي برفقة الأطباء يعني اللي رافقونا واللي هم مسؤولين على ذلك في مستوى ولاية تنسيقية السلطة الوطنية المستقلة لولاية الجزائر، يعني يخلينا نكونوا مرتاحين. شرفي شدد على صون الأمانة لإنجاح الموعد الانتخابي في ظروف الشفافية والنزاهة. أوصيناهم يعني على الحفاظ، لأن المؤطرين هم يعني الوجهة الأولى في حفاظ على الأمانة، والحمد لله هم واعيين يعني بذلك. رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توقع أن تشهد المحليات إقبالا من طرف الهيئة الناخبة. المؤشرات الموجودة من خلال فترة المراجعة الاستثنائية والإقبال، وقلت لكم باللي منقطع النظير، يعني باش تقريب 600,000 في ظرف أسبوع، 600,000 جاوا سجلوا رواحهم جدد، ما شفناها حتى في مراجعة استثنائية. يذكر أن محليات 27 نوفمبر عرفت تجهيز 13,326 مكتب اقتراع عبر الوطن و 61,676 مكتب تصويت، 129 منها متنقلة.